السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وعد عليك وعلينا الايام بخير يا رب العالمين. بنسبة السنة الجديدة اجعلها سنة سعيدة عليك وعلينا وعلى امة محمد، وكل اللي بتمنى شيء يا رب تتحقق له، وربنا يحفظ اولادكم جميعا يا رب العالمين. كل بنت بتحب شخص وتتمنى تتخطب له ان شاء الله ربنا يكرمك وتتخطبي له، ولنفسها تتخطب ان شاء الله ربنا يكرمك وتتخطبي وتتجوزي ويجعلها سنة سعيدة علينا كلنا، ولنفسها في الخلفة او تخلف ربنا يكرمها بالذرية الصالحة بإذن الله يا رب العالمين. في بعض التعليقات بتجيلي يا جماعة عن اللي خايفة من الحسد او من السحر. يا جماعة اللي عندكم الورق اللورة او اللي هو ورق الغار، لو حرقتوه واتبخرتوا بيه ان شاء الله ربنا هيحفظكم ويبعد عنكم الطاقة السلبية ويديكم طاقة ايجابية ان شاء الله بإذن الله. او ترشوا في ركان الشقة، في ركان الاوض او في الشقة ملح يعكس عنكم اي حاجة وحشة، او من عند العطار جبتوا عرق الحلاوة او ورق الرجل ومسحتوا بيه ان شاء الله ده يبعد عنكم سحر او عكس او اي حاجة معمول لكم باذن الله وربنا يحفظكم. ونلتزم بسورة البقرة وسورة الملك والزلزلة والمعوذتين، فبإذن الله تلتزموا وتشغلوا القرآن ربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة، ويكفيكم ويكفينا شر أي وحشة يا رب، أي حاجة وحشة يا رب العالمين، ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب، وربنا يحفظكم جميعا. وياريت يعني ياريت أتمنى أن أنتم ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي عنده أي رؤية أو أي استفسار يخش على صفحتي على اليوتيوب او على الفيسبوك ويكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم. اللايك يا جماعه مش هياخد منكم حاجه، وجعلها سنه سعيده علينا وعليكم يا رب العالمين، ويا رب اكون ضيفه عليكم خفيفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.